بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد في هذه الأنفاس الرمضانية على قناة أنفاس بريس. واليوم غادي نتكلموا على واحد السؤال كيطرحوه بزاف ديال الناس اللي ما حافظينش القرآن وتيبغيو يقوموا الليل، واش يجوز أنه يقرأ من المصحف ولا من البورتابل ويقوم الليل مثلا، أو التراويح ديالو مثلا مع الدار في البيت أو كذا. فالأمر الحمد لله جائز نسبة لقراءة القرآن من المصحف أو من الهاتف، هو جائز في التراويح أو في صلاة الليل. إنما الفريضة هي التي يجب للمسلم أن يقرأ من حفظه، نسبة مثلا صلاة العشاء اللي هي فريضة، أو صلاة المغرب، أو يعني الصلوات الخمس اللي هي فريضة، الإنسان يقرأ من حفظه. أما النافلة سواء كانت نافلة النهار بحال الضحى بحال النوافل ديال النهار الرواتب، أو صلاة الليل بحال التراويح، فيجوز أن يقرأ الإنسان من المصحف. وقد كان لأمنا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عبد يسمى ذكوان، وكان يقرأ من المصحف، كان لا يحفظ، وكان له صوت جميل، وكان يقرأ من المصحف وتصلي خلفه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. المقصود وهو أن صلاة النافلة عموما يجوز أن يقرأ الإنسان من المصحف. وطبعا إذا كان يقرأ من الحفظ دياله فهو أجود وأفضل، لأن المصحف قد قلب الأوراق، وكذلك في البورتابل قد تطلع الصفحات، فربما كيتشغل القلب شي شوية. ولكن عموما فالأمر جائز، لأن المقصود وهو أن يجتهد الإنسان. تيقول لك مثلا أنا بغيت نقرأ تومون ديال القرآن عاد نركع، بينما الحفظ ديالي عندي غير شي صور قصار مثلا أو بعض الأحزاب اللي ميمكنليش نبقى نكررها يوميا. فالأمر الحمد لله فيه ساعة، ونتواصى ونوصي بعضنا بعضا بالاجتهاد في ختم القرآن سواء من الهاتف أو من المصحف أو في الطريق أو في السيارة، أينما كان الإنسان يجتهد ليختم كلام الله عز وجل ليحصل على ذلك الأجر العظيم اللي هو ختمة ديال القرآن بثلاثة مليون ونص ديال الحسنات. والله يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم ممن يصومون ويقومون هذا الشهر ويجتهدون في كتاب الله، والحمد لله رب العالمين.